سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، يقول الحافظ رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم المروي تارة يخترعه الواضع، هنا يتكلم عن النص المروي المتن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تارة يخترعه الواضع، يعني يأتي به من عند نفسه، وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح. يبقى هو يأتي إلى قول بعض السلف وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زي مثلا أقوال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكلام التابعين مثل الحسن البصري ومالك بن دينار وتابع التابعين وكالفضيل بن عياض ونحو ذلك. يأتي بأقوال هؤلاء وينسبها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قدماء الحكماء كأفلاطون وأرسطو، ومثلا في هناك الحارث بن كلدة، وهو كان يلقب بطبيب العرب. فمثلا حديث المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء، هذا يورد على أنه حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس بحديث، وإنما هو من كلام الحارث بن كلدة وهو طبيب العرب. وكذلك مثلا حديث حب الدنيا رأس كل خطيئة، هذا من كلام مالك بن دينار. أو الإسرائيليات، الإسرائيليات مما ذكر في التوراة، أو من كلام بعض الأحبار، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروجه. يعني يأتي بحديث ضعيف الإسناد وهو يعلم أن هذا الحديث ضعيف الإسناد لن يقبل، لن يقبله أحد، فيركب له إسنادا صحيحا، يعني يحذف الإسناد الضعيف ويأتي بإسناد صحيح حتى نقبل هذا المتن وهذا القول على أنه حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. والحامل للواضع على الوضع، يعني إيه الباعث وإيه السبب اللي بيخلي الواضع يقوم بمثل هذا الفعل الشنيع؟ إما عدم الدين كالزنادقة، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين. بعض المتعبدين يضع حديثا في مثلا في الفضائل وفي الترغيب، ويظن أن هذا يحث الناس على العبادة ويحث الناس على مكارم الأخلاق ويحث الناس على أمور الخير، فهو لجهله يعتقد أن هذا قربة إلى الله عز وجل، ولكن هذا يؤدي به إلى الهلاك والعياذ بالله. أو ليه بقى الهلاك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أو فرط العصبية كبعض المقلدين، بعض المقلدين بيتعصبوا للمذاهب، يعني مثلا الأحناف يتعصبوا للإيه؟ للمذهب الحنفي، والشافعية يتعصبوا للمذهب الشافعي ونحو ذلك. فبعض الجهلاء وشديد العصبية
يضعون أحاديث في تفضيل مذهبهم. فمثلا الأحناف يضع حديث، مثلا واحد من الأحناف يأتي ويقول إيه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس. يقصد به مين؟ الإمام الشافعي. ويضع حديثا لأبي حنيفة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو حنيفة سراج أمتي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شاف أبو حنيفة ولا يعرف أبو حنيفة. فهؤلاء لتعصبهم لمذاهبهم يضعوا هذه الأحاديث ظنا منهم أنها أن يعني ذلك يقرب الناس إلى مذاهبهم ويحببهم في هذا المذهب. سيدي مولانا، الحديث بيقول: عالم قريش يملأ الطباق الأرض علما. نعم، وهذا من تعصب الشافعية. ليس حديث، هو ورد كحديث، ولكن هذا الحديث فيه ضعف. نعم. أو اتباع هوى بعض الرؤساء. اتباع هوى بعض الرؤساء زي إيه؟ زي قصة المهدي اللي احنا حكيناها في اللقاء السابق. قصة المهدي، الرجل اللي دخل عليه وهو يسابق بالحمام فوضع له حديثا: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر وزاد أو جناح. فهو الباعث على هذا الفعل إيه؟ أنه يرضي السلطان أو يرضي الرئيس أو نحو ذلك. أو الإغراب لقصد الاشتهار، يعني من ضمن الأسباب الحاملة على وضع الحديث الإغراب. يعني الإغراب يأتي بشيء غريب، يأتي بحديث فيه غرابة سواء في المتن أو في الإسناد. ليه؟ حتى يشتهر به بين الناس ويعرف الناس أن هذه الأحاديث الغريبة ليست موجودة عند أحد إلا عند هذا الشخص. واضح؟ فيكون هذا سببا وباعثا لوضع الحديث. طبعا الحافظ بيقول: وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به. ليه بإجماع من يعتد به؟ لأن في بعض الناس يرون أن وضع الحديث في الأمور الترغيب أو الترهيب هذا أمر لا شيء فيه، وهؤلاء لا يعتد بقولهم. ولكن الذين يعتد بقولهم وبإجماعهم أجمعوا على أن وضع الحديث حرام. وطبعا احنا ذكرنا الحديث ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في ايه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولكن هؤلاء الجهلة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي، ونحن نكذب له لا عليه. نحن نكذب له أي من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نكذب من أجل النبي صلى الله عليه وسلم لا عليه. وطبعا هذا من جهلهم، وهذا يعد أيضا حرام حرام حرام. وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية. الكرامية هذه طائفة من طوائف المجسمة التي تشبه الله عز وجل بمخلوقاته، وينسبون إلى محمد ابن كرام لعنه الله. إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة
نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب. طبعا أنا برضو لا أدري من أين أتى الحافظ بهذا، يعني بعض المتصوفة، من هم المتصوفة الذين أباحوا الوضع في الترغيب والترهيب؟ إلا إذا كانوا متصوفة ليسوا بعلماء، ولكن علماء الصوفية كلهم لا يبيحون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كالإمام الغزالي والجنيد وهؤلاء كلهم لا يبيحون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المتصوفة الذين ذكرهم الحافظ ابن حجر، هؤلاء أولا ليسوا بعلماء، ثانيا هم مدعوا التصوف وهم في الحقيقة ليسوا بصوفية، وإلا فالصوفية عندهم أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حرام. وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، من هم لا ندري، وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية. طبعا احنا كلامنا هنا على ايه؟ على الوضع، الحديث الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الايه؟ الحديث الضعيف. الحديث الضعيف يؤخذ به في الترغيب والترهيب ويعمل به في فضائل الأعمال. ليه؟ لأن احنا لو تذكروا احنا كنا قلنا إن الحديث الضعيف، معنى إيه الحديث الضعيف؟ أن احتمال صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم احتمال ضعيف، يعني وارد إنه يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولكنه احتمال إيه؟ ضعيف. هذا بخلاف الموضوع، الموضوع قطعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. وبهذه العبارة وبيقول وبعض الصوفية المتصوفة يعني يشعر موجود بعض المتصوفات يقول بأن يجوز يعني وضع الحديث في الترغيب والترهيب وبهذه العبارة، صح؟ كلام الحافظ يقتضي هذا، أن بعض الصوفية أباحوا الوضع في الترغيب والترهيب، ولكن من هم؟ نحن لم نرى أحدا من علماء الصوفية ادعى أنه يجوز الوضع في الترغيب والترهيب. هل قرأت شيئا من هذا مثلا للإمام الغزالي أو لغيره من أئمة الصوفية؟ لا، ليس موجود، لم نرى هذا. وإلا فمن نقل عنهم الحافظ ابن حجر هذا الكلام، هؤلاء ليسوا بعلماء ولا يعتد بقولهم، وهم ليسوا صوفية على الحقيقة، بل هم مدعوا التصوف. لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية. احنا قلنا طبعا ان في فرق بين الحديث الضعيف والحديث الموضوع، الحديث الضعيف يؤخذ به في الترغيب والترهيب، أما الموضوع فلا يجوز العمل به مطلقا. وحتى الحديث الضعيف كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقدمه على القياس والرأي، يعني إذا لم يجد في المسألة إلا حديث ضعيف يأخذ به، وإن خالف القياس وإن خالف القياس وإن خالف رأي بعض العلماء، فإذا وجد حديثا ضعيفا أخذ به. وطبعا احنا قلنا برضو ان من شروط العمل بالحديث الضعيف الا يكون شديد الضعف، يعني يكون ضعفه يسير، والا اذا كان شديد الضعف فايضا لا يجوز العمل به. واتفقوا
على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكبائر، ده اتفاق وإجماع. وبالغ أبو محمد الجويني اللي هو والد إمام الحرمين، فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مبالغة شديدة من الإمام الجويني، ويعني بعض العلماء يعدوها هفوة منه وزلة. نعم، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من الكبائر ومن أشد الكبائر، لكن لا يصل بصاحبه إلى الكفر. ليه؟ لأن احنا قلنا ربما يكون هذا وارد من الجهل، وهو يريد أن يحث الناس على أمور الخير، ولكنه بجهله يعتقد أن هذا شيء مباح أو هذا شيء مستحب، أنه يضع الحديث ليقرب الناس من الله عز وجل، فهذا لا نستطيع أن نقول أنه كافر. واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، يعني إذا اضطررت إلى أن تسوق حديثا موضوعا فيجب عليك أن تبين أنه موضوع، لا تحكي الحديث وتسوق الحديث وتسكت، وإلا ظن الناس أن هذا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا ذكرت حديثا موضوعا يجب عليك أن تبين أنه موضوع ومكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية فهو أحد الكاذبين. الكاذبين يعني هو الجماعة، منسوب إلى الجماعة، والكاذبين يبقى الايه اثنان. أخرجه مسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من حدث عني بحديث، هذا يستوي فيه الترغيب والترهيب، يستوي فيه هذا وهذا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين يعني أمور وأمور، لم يجز أن نحدث عنه كذبا في أمور ولا نحدث عنه كذبا في أمور. قال إيه؟ أطلقها، قال من حدث عني بحديث في أي شيء يرى أن يعلم ويعتقد أنه كذب فهو أحد الكاذبين. والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، هو المتروك. ليه بقى؟ احنا قلنا التهمة، تهمة الراوي بالكذب غير الكذب الصريح، يعني يكون واحد يتهم بالكذب هذا أخف وأقل في المرتبة من أن يكون معروفا بأنه يكذب صراحة. التهمة بالكذب يعني احتمال أنه هو كاذب واحتمال أن لا يكون كاذبا. الحديث اللي فيه راوي متهم بالكذب يسمى ايه؟ متروك. أما الذي فيه كذاب فهو يسمى موضوع. ايه فرق بين الكذب والتهمة بالكذب؟ فاتهام الراوي بالكذب لا يسيغ لنا أن نحكم على الحديث بالوضع. طبعا الكتب المصنفة في الحديث الموضوع كثيرة، منها كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وهذا الكتاب يعني إيه
كان ابن الجوزي يعني متشددا فيه إلى حد كبير، حتى أنه ذكر في كتابه أحاديث في الصحيحين وحكم عليها بالوضع. فكتاب الحافظ ابن الجوزي فيه تشدد ومبالغة إلى حد كبير. ومنها كتاب المصنوع في معرفة الموضوع لملا علي القاري، واللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للحافظ السيوطي، وتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة للحافظ الكتاني، وغيرها كثير. والثالث المنكر. الثالث اللي هو إيه بقى؟ اللي هو فحش غلطه، أي كثرة غلطه. نعم، هذا يسمى منكر، يعني الحديث الذي فيه راوي يعني يكثر خطأه ويفحش غلطه، هذا يسمى منكرا، على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. ده احنا كنا ذكرنا قبل ذلك أن المنكر هو إيه؟ مخالفة مخالفة الثقة لمن أوثق منه، هذا هو الشاذ. مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه، هذا هو الإيه؟ المنكر. لكن حديث منكر يعتبر من حديث ضعيف، صح؟ نعم. فالحافظ بيقول إيه؟ أن المنكر الحديث الذي فيه راوي كثر غلطه يسمى منكرا، ولكن هذا على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، أي مخالفة الضعيف للثقة. يبقى إيه اللي بيشترط في المنكر المخالفة؟ لا يعتد أو لا يعد الحديث الذي فيه راوي كثير الخطأ لا يعده منكرا. واضح النقطة دي؟ واضحة؟ الرابع والخامس، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. وده برضو إيه؟ على رأي من لا يشترط في المنكر المخالفة. طبعا احنا ايه يعني اكثر ما نجد الموضوع في الايه في المتن، يعني بنحكم على المتن بالوضع. وممكن برضو يكون الوضع في الإسناد، فيأتي بإسناد ومتن موضوعين. وهناك قصة طريفة لأحد الوضاعين الذين كانوا يضعون الحديث كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعظ الناس في مسجد في الرصافة في بغداد، يجلس ويعظ الناس ويذكرهم. بيقول صلى أحمد بن حنبل، الإمام أحمد الإمام الكبير، ويحيى بن معين وهو من أقران الإمام أحمد، في مسجد الرصافة. مسجد الرصافة ده في بغداد. فقام بين أيديهما قاص
واحد بيقص الأحاديث وبيعظ الناس ويذكرهم. فقال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. ويحيى بن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قاعدين جالسين في المسجد سمعين الكلام. فبيقول حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يخلق الله من كل كلمة منها طائر منقاره من ذهب وريشه من مرجان. وأخذ في قصته من نحو 20 ورقة، يعني قعد بقى يشرح في الحديث ده. فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معين ويحيى ينظر إلى أحمد، فقال أنت حدثته بهذا؟ فقال لا والله ما سمعت به إلا هذه الساعة، أنا أول مرة أسمع الكلام ده. فسكت جميعا حتى فرغ، يعني خلص وانتهى من الكلام. فأشار يحيى بيده أن تعالى، يعني أشار إلى الرجل قال له تعالى. فجاءه متوهما لنوال الخير، فجاء مسرعا ظن أنه سوف يعطيه شيئا. فقال له يحيى من حدثك بهذا؟ فقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال أنا ابن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول مرة نسمع الكلام ده، تجبته منين؟ وأنا يحيى بن معين وده أحمد بن حنبل هو. فإن كان ولا بد من الكذب فعلى غيرنا، فلو عايز تكذب يعني بلاش تكذب علينا احنا، قول عن ده خليه على اي حد تاني. فقال له انت يحيى بن معين؟ قال نعم. قال لم ازل اسمع ان ابن معين احمق، يعني انا دايما بسمع ان ابن معين ده رجل احمق، وما علمته الا هذه الساعه، يعني ايه ودلوقتي الان تاكدت من انه احمق فعلا. قال يحيى وكيف علمت اني احمق؟ من اين عرفت بهذا؟ قال كانه ليس في الدنيا يحيى بن معين واحمد بن حنبل غيركما. كتبت عن 17 احمد بن حنبل غير هذا، يعني أنا كتبت عن 17 واحد اسمه أحمد بن حنبل غير ده. قال فوضع أحمد بن حنبل كفه على وجهه، يعني من كذب الرجل وجرأته، وقال ليحيى دعه يقوم اتركه. فقام الرجل كالمستهزئ بهما، يعني حتى إيه وهو قايم بإيه بيستهزئ بهم، يعني هو مفيش غير كنت ومفيش غير أنت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ما الدنيا مليانة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فدي من القصص اللي الطريفة اللي رويت في الناس الذين يضعوا الأسانيد ويضعوا الأحاديث كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الوهم وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل. طبعا تفكرين الوهم اللي هو إيه؟ شرحناه المرة اللي فاتت، طرف الإدراك والطرف المرجوح عكسه إيه؟ إدراك والطرف الراجح اللي هو إيه؟ الظن. طب استواء الطرفين الشك، كويس بتذكره. وإنما أفصح به لطول الفصل،
يعني ايه الحافظ ابن حجر دايما ايه هو ماشي كده عمال يقول ايه والثالث والرابع والخامس، ليه جه على هنا وقال وهو الايه وهو القسم السادس لطول الفصل؟ يعني ايه هو تكلم عن اشياء كثيره فحتى يدرك القارئ ان هذا هو القسم السادس او هذا هو البند السادس، فحتى لا يتوه القارئ في الكلام، وانما افصح به لطول الفصل. يعني ايه؟ لانه جاء بعد كلام كثير. يبقى الوهم ان اطلع عليه اي الوهم بالقرائن الداله على وهم راويه، يعني في ادله اطلعنا عليها اثبتت ان هذا الراوي يهم في هذا الحديث، من وصل مرسل أو منقطع. يعني يأتي إلى حديث المرسل، المرسل اللي هو إيه؟ حد فاكر؟ اللي سقط منه الصحابة، يعني يأتي التابعي ويقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو منقطع، ها؟ نعم، فيأتي إلى المرسل والمنقطع ويجعلهما متصلين، أو يجعل المرسل متصل أو المنقطع متصل نسيانا منه أو غفلة منه. واضح؟ حديث مرسل يعني الصحابي سقط منه والتابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الراوي يعلم أن هذا التابعي يروي عن مثلا عبد الله بن مسعود، مثلا كشقيق، شقيق بن عبد الله يروي عن عبد الله بن مسعود، والحديث مرسل تابعي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الراوي يغفل عن هذا ويروي الحديث متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر فيه الصحابي. التابعي ده يروي عن عبد الله بن مسعود فيقول عن شقيق عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن هو معتاد دائما إن شقيق عن عبد الله، فيأتي هنا وينسى ويغفل ويهم ويرويه متصل، بينما هو في الواقع هو مرسل، وكذلك في المنقطع. أو إدخال حديث في حديث، يعني يأتي إلى إسناد ويضع عليه متن حديث آخر. واضح؟ أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة. والوهم دوت أكثره يقع في الإيه؟ في الإسناد، وقد يقع في المتن، ولكن أكثر ما يقع يقع فين؟ في الإسناد. أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك، معرفة ذلك اللي هو إيه؟ اللي هو الوهم بتاع الراوي، الراوي وهم في شيء، وصل حديثا منقطعا أو حديثا مرسلا أو أدخل حديث في حديث، نعرف الكلام ده من أين؟ بكثرة التتبع وجمع الطرق. فمن كثرة التتبع وجمع الطرق نعلم أن هذا الحديث مرسل أو هذا الحديث منقطع،
ونحو ذلك. وبدون التتبع وجمع الطرق لا نستطيع أن نصل إلى هذه الأمور أو نتبين وهم الراوي، فكثرة الطرق هي التي تبين لنا الصواب. فهذا هو المعلل، فهذا هو المعلل. هذا اللي هو إيه بقى؟ كلام الحافظ كده يقتضي إن هذا دي عايدة على إيه؟ على الوهم، إنه بيقول تم الوهم وهو القسم السادس إلى آخره، فقط بعد ذلك قال إيه؟ فهذا هو المعلل. يبقى إيه؟ يفهم من الكلام إن المعلل ده هو الوهم، وهذا ليس بصحيح، ولكن الوهم هو أو المعلل هو الخبر نفسه، خبر أو الحديث نفسه هو ده المعلل وليس الإيه الوهم. يبقى إيه؟ فتنبه. يبقى فهذا عائدة على الخبر أو الحديث وليس على الوهم. فالعلة حصلت بسبب الوهم وليست هي الوهم، العلة بسبب الوهم. هذا الحديث معلول، فيه علة، فيه شيء خفي، فيه شيء مش مظبوط وليس ظاهر. علمنا هذا من أين؟ من زي ما قلنا التتبع وجمع الطرق. يبقى العلة حصلت بسبب الوهم وليست العلة هي الايه الوهم نفسه. واضح؟ وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، اللي هو الايه المعلل ده، الحديث الذي فيه علة. احنا ايه قلنا؟ ان العلة بتبقى شيء خفي لا يدركه كل احد، شيء خفي في الحديث في سنده، وقد يكون في متنه لا يعلمه الا العلماء. الحديث ظاهر قدامك ان كل الرواه فيه رواه ثقات وعدول، ده الظاهر، ولكن الواقع والحقيقة غير ذلك. طيب من أين تعلم هذا؟ بكثرة تتبعك وكثرة جمعك للطرق. وهذا كان ما يفعله الأئمة والحفاظ السابقون، وهو من أغمض أنواع، أي من أدق و من أخفى أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواه وملكة قوية بالأسانيد والمتون. يعني عنده ملكة وعلم بالأسانيد والمتون. العلم هذا يأتي من أين؟ من كثرة الاطلاع. هو قاعد طول وقت وطول حياته مشغول بهذه القضية، مشغول بالأسانيد ومشغول بالمتون. فمن كثرة اطلاعه وورود الأسانيد عليه يستطيع أن يميز أن في هذا الإسناد شيئا ما ليس بمضبوط. الذوق. بس هذا يأتي من إيه؟ من كثرة الاطلاع. فمن كثرة الاطلاع يتبين كده إيه لك أن هذا الحديث فيه شيء، فتبتدي تبحث، فعلا تجد أن هناك شيئا ما ليس بصواب. وحنتكلم عن هذا الأمر يعني. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن، يعني لم يتكلم في مسائل العلل في الأحاديث إلا القليل.
كعلي بن المديني وله كتاب من أجل الكتب في العلل اسمه كتاب العلل لعلي بن المديني وهو من أجل هذه الكتب، وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني، وكتاب الدارقطني في العلل هو أوسع كتب العلل ذكرا لهذه الأمور، يستوعب فيها أو كاد أن يستوعب الكلام عن العلل، عن علل الأحاديث والأمور التي يصعب أن تكون ظاهرة لأي أحد أو يستطيع أن يطلع عليها أي أحد، فذكر من هذا الشيء الكثير. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة، وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعوى، يعني هو يشعر أن هذا الحديث فيه شيء، تقول له ما هذا الشيء؟ يقول لك لا أدري، ولكن في نفسي منه شيء، أشعر أن فيه شيئا غير منضبط، كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم، كانوا قديما يتعاملون بالدينار والدرهم، فالصيرفي اللي قاعد بإيه بيتعامل في هذه الإيه النقود، فتعطيله مثلا، يعني مثلا في هنضربها في كمثال في عصرنا الحاضر، واحد بيتعامل بالدولار يوميا، فتأتي له $100 وهذه مزيفة ليست صحيحة، فيمسكها بيده كده ويقول يعني هذه $100 يعني حاسس كده ان فيها حاجة مش صحيحة مش حقيقية، تقول له طب ليه؟ ايه اللي خلاك تقول كده؟ يقول لك لا اعرف، انا اشعر كده ان هذه يعني مطبوعة او حد طبعها او ليست بصحيحة، تيجي تقول له طب ايه اللي خلاك تقول كده؟ يقول لك لا اعلم. فكذلك الحافظ من الحفاظ قد يدرك بحسه ان هذا الحديث فيه شيء غير منضبط، تقول له طب ولما قلت هذا؟ يقول لك لا ادري. وهذا زي ما قلنا قبل ذلك يعني يأتي من كثرة الاطلاع والذكاء ومن نور يقذفه الله في قلوب هؤلاء العلماء، يستطيع أن يميزوا به ما بين الحديث الصحيح والضعيف والمعلول ونحو ذلك. طيب، الحاكم بيقول إنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، يعني مش شرط إن يكون الرواة مجروحين أو ضعفاء عشان يبقى الحديث معلل، ممكن يكون الرواة كلهم ثقات وكلهم عدول ويكون الحديث معلولا. اللي فيه جرح للرواة ده بنسميه ايه؟ ضعيف، حديث الضعيف. لكن المعلل قد يكون رواته ثقات ولكن فيه شيء، يعني الراوي أبدل راويا مكان آخر، يعني مثلا بدل ما يقول مالك بن دينار قال عبد الله بن دينار، وكلاهما يروي عن ابن عمر، فأخطأ ونسي
حديث عن عبد الله بن عن مالك بن دينار قال عبد الله بن دينار والاثنان ثقات والاثنان يرويان عن عبد الله بن عمر. فيأتي الإمام من الأئمة زي الإمام أحمد أو الإمام البخاري يقول لا هذا ليس مالك بن دينار هذا عبد الله بن دينار. من أين يعلم ذلك؟ من تتبعه للطرق وللأسانيد وللأحاديث. ففلان الآخر رواه عن عبد الله بن دينار وفلان الآخر رواه عن عبد الله بن دينار وفلان الآخر رواه عن عبد الله بن دينار وهذا فقط يقول مالك بن دينار. إذن فهذا الحديث فيه علة. إذا لم تكن مطلعا ولم تكن متتبعا للطرق لا تستطيع أن تدرك هذه العلة. مالك بن دينار ثقة بيروي عن عبد الله بن عمر بيروي عن عبد الله بن عمر يبقى مش هتاخد بالك. واضح؟ وكان العلماء بيهتموا بالحديث المعلول أو بحث عن علل الحديث حتى إن ابن مهدي بيقول لأن أعرف علة حديث واحد أحب إلي من أن أكتب أو أعلم 20 حديثا ليس عندي. يعني ده أنت هتعلم أو هتعرف 20 حديث ليسوا عندك. يقول لك لا أنا عندي أعرف علة حديث واحد أحب إلي من أن أعرف 20 حديثا ليس عندي. فده يدل لك على مدى إيه؟ اهتمامهم بدراسة الأسانيد ومعرفة العلل. طبعا احنا قلنا ان العلة تقدح في الإسناد والمتن وقد تقدح في الإسناد فقط والمتن صحيح. يعني ممكن العلة تقدح في الإسناد والمتن مع بعض أو تقدح في الإسناد فقط ويكون المتن صحيحا. مثال إيه؟ ما رواه يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار. فزي ما قلنا هذا إسناد متصل بنقل العدل عن العدل ولكنه فيه علة. إيه بقى العلة بتاعته؟ إن يعلى بن عبيد قال عن عمرو بن دينار عن ابن عمر والصواب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر زي ما إيه قلنا من شوية. هذا الحديث هو فيه علة لكن متنه صحيح. متن صحيح يبقى ممكن يبقى الحديث فيه علة في الإسناد ولكن المتن صحيح. ثم المخالفة وهي القسم السابع. القسم السابع المخالفة أي المخالفة لمن؟ للثقات. إن كانت واقعة بسبب تغير السياق أي سياق الإسناد فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد وهو أقسام. الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. طيب ده زي إيه بقى مثال
لهذا القسم الأول أو البند الأول ما رواه الترمذي عن بندار عن ابن مهدي عن الثوري عن واصل ومنصور والأعمش. يبقى الثوري بيروي عن مين؟ عن واصل وعن منصور وعن الأعمش. عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله. قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ إلى آخر الحديث. فرواية واصل مدرجة على رواية منصور والأعمش، لأن واصلا لم يذكر عمرا، يبقى واصل لم يذكر إيه؟ عمرو بن شرحبيل. يبقى الثوري عن واصل عن عبد الله بن مسعود. لا، الثوري عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، وأسقط مين؟ عمرو بن شرحبيل. فجه الراوي وقال إيه؟ الثوري عن واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله، بينما واصل لم قالش عن عمرو بن شرحبيل. واضح؟ فهي دي القسم الأول، أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد. طيب، الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر، فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. يعني في إسنادين للمتن، واضح؟ المتن له إسنادان، إسناد فيه بعض المتن والإسناد الآخر فيه بقية المتن، فيرويه الراوي بأحد الإسنادين تاما. واضح؟ يعني الحديث هنقسمه قسمين، القسم الأول له إسناد والقسم الثاني له إسناد، فيأتي الراوي ويرويه ويروي الجزء الأول والثاني بإسناد الأول. واضح؟ واضح. الحديث هنقسمه جزئين، قسم أول وقسم ثاني، وله إسناد، هذا القسم له إسناد وهذا المتن له إسناد، فيأتي الراوي إلى الإسناد الأول ويروي به الحديث بقسميه، بالقسم الأول والثاني، بينما هو هذا الإسناد بالقسم الأول فقط. هنضرب لي مثال، أبو داود في السنن يروي عن زائدة وشريك، والنسائي في السنن أيضا يروي عن سفيان بن عيينة، كل دول بيروا عن مين؟ عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المتن يقول: ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب، أو تحرك أيديهم تحت الثياب، يعني الناس من كتر البرد
حاطين ايديهم تحت الثياب وايديهم بتتحرك من تحت الثياب، مثلا يشيروا كده ايديهم تتحرك من تحت الثياب من البرد. فهذه العبارة من رواية عاصم عن عبد الجبار ابن وائل عن بعض أهله عن وائل، يعني هذه العبارة مش موجودة بهذا الإسناد، بل من رواية عاصم عن عبد الجبار ابن وائل عن بعض أهله عن وائل. فجه الراوي ولما ذكر الإسناد اللي أنا ذكرته قبل كده اللي هو عند أبي داود والنسائي ذكر فيه هذه العبارة، وهذه العبارة ليست موجودة عند هؤلاء. الثالث أو إيه؟ ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه، فيسمعه عن شيخه بواسطة، فيرويه راو عنه تماما بحذف الواسطة. يعني هو الحديث سمعه من شيخه ولكن لم يسمعه كاملا، وإنما سمع الجزء الذي فقده من الشيخ بواسطة راو آخر، فيأتي ويرويه عن شيخه تاما، واضح؟ ولا يذكر أنه روى هذا الجزء بواسطة فلان، واضح؟ ولا أعدها؟ الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، متن بإسناد ومتن بإسناد، فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، يعني يذكر إسناد واحد للاثنين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. طيب دي برضو هنذكر لها مثال، وبضرب المثال يتضح الحال. حديث سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري، سعيد بن مريم ابن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. الحديث ما فيش ولا تنافسوا، لكن هل الحديث صحيح؟ نعم، لكن ولا تنافسوا دي مش صحيحة في الحديث ده. ليه بقى؟ ابن أبي مريم جابها من حديث آخر، يعني اختلطت عليه الأحاديث فذكرها من حديث آخر. الحديث الآخر بيقول إيه؟ اللي هو مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. فابن أبي مريم جاب ولا تنافسوا من الحديث ده وزودها على الحديث السابق اللي هو إيه؟ لا تحاسدوا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، راح هو زود ولا تنافسوا، لك أي جابها من الحديث الإيه الثاني اللي احنا ذكرناه ده. فيبقى أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. وده المثال اللي احنا ذكرناه.
الرابع والأخير أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض. يعني هو الشيخ قاعد بيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فيعرض له عارض، حاجة حصلت كده وهو بيحكي وهو بيذكر الإسناد، فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. طيب نضرب لها مثال برضو عشان إيه تتفهم أكثر. ثابت ابن موسى الزاهد دخل على شريك ابن عبد الله وهو يحدث، شريك ابن عبد الله قاعد بيقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت كده لغاية ما الايه الطلبة يكتبوا الإسناد، قال ايه حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت، ولقى ثابت ابن موسى الزاهد ده داخل من الايه من الباب، وكان رجلا يعني يبدو النور في وجهه، فلما شريك شافه هو مستني الطلبة تخلص الكتابة، فقال ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت، وشاف ثابت ابن موسى داخل، فلما رأى النور في وجهه قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن الطلبة أن هذا هو متن الحديث، ظن الطلبة أن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن شريك قال هذا ليه؟ لما رأى ثابت بن موسى دخل، وهذا ليس له علاقة بالإسناد اللي هو بيتكلم عنه. فالرابع بقى اللي هو الحافظ بيقول يسوق الإسناد فيعرض له عارض، حاجة تحصل كده مفاجأة، فيقول كلاما من قبل نفسه زي ما قال إيه من كسرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، ده كلام شريك من عند نفسه كده لما شاف إيه ثابت بن موسى، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. فيجي بقى واحد ايه من اللي مش فاهمين اللي قاعدين من الطلبة يقول ايه حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. لكن الشيخ مش بيقول هذا من كلامي من كلام نفسه لا من كلام شريك ما كانش يقصد ان هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو مش يعني هو لم ياخذ باله ان الطلبه يعني لم ينتبهوا الى ذلك، هو قاعد بيملي فهم بقى قاعدين بيكتبوا بقى ببطء، لان طبعا الكتابه زمان ما كانتش كالكتابه الان، كانوا بيقعدوا يكتبوا على العظم وال ايه جلد البعير، وكانت الكتابه صعبه يعني فتحتاج الى وقت، فهو ذكر الاسناد وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتظر حتى ينتهوا من يفرغ من الكتاب، فراى ثابت بن موسى داخل فقال له من كسرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار للنور الذي راه في وجهه يعني، فاللي قاعد بيكتب فاكر ان ايه ما خدش باله من ان ثابت ابن موسى دخل، فظن ان هذا هو الحديث. والله تعالى اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد واله وسلم تسليما كثيرا. حد عنده سؤال؟ معدته بيت الدار. والحمية رأس الدواء. الحمية رأس الدواء. والمعدة بيت الداء. يعني الحمية هو الوقاية صح؟
الحمية اللي هي والله تعالى أعلم إن هو أن يقل الإنسان من الطعام، لا يأكل كثيرا، هذه هي الحمية. لكن موجود على الكلام زي حمية رأس الدواء، الوقاية خير من العلاج، هذا من الكلام برضو الأطباء ونحو ذلك. لكن القول المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء هذا يروى على أنه حديث وليس بحديث. سؤال آخر. قبل كده تقول الكتاب موضوع لابن الجوزي فيه تشدد ومبالغة في حديث الموضوع في إبهة، يعني هو يأتي على أحاديث قد تكون صحيحة، يعني مش ضعيفة، صحيحة، بل إنها في الصحيحين، ويحكم عليها بالوضع، يقول أن هذه أحاديث موضوع، فهذا تشدد ويعني مبالغة إلى حد كبير، وتعقبه كثير من العلماء على هذا. عنده سؤال آخر؟ ده خطورة مولانا يعني، لكن النهاردة موجود أكثر من وهابية يعتمدون في كلام ابن جوزي في الموضوعات، يضعفون أكثر حديث في العالم دلوقتي، خطورة جدا. نعم، ولذلك يعني تأتي إلى الكتب المعتمدة في الموضوعات زي كتاب السيوطي وكتاب ملا علي القاري وكتاب الكتاني ونحو ذلك، هؤلاء كتبهم يعني فيها دقة عن كتاب الموضوعات لابن الجوزي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.